بسم الله. طيب، أول شيء احنا حابين نعرف من هي شاذة النفيسة، حابين نعرف سيرتها الذاتية بشكل مختصر. شادي نفيسة بكل بساطة أم بدأت مسيرتها قبل 20 سنة تقريبا في سوق العمل، واجهت بعض التحديات عشان ما نسهل الموضوع أكثر. تدرجت في أكثر من قطاع، القطاع الصحي، قطاع التجزئة، قطاع الاتصالات، تنوع ما بين اني اكون موظفه وبين اني اكون مستشار في هذه القطاعات والقطاع العقاري ايضا. على قولهم يعني جمعنا الحمد لله وافر من الخبره والتجارب، التجارب الناجحه، التجارب اللي علمتنا كثير. ما احب دائما استخدم كلمه انه تجارب فاشله، احب استخدم اقول انه واجهنا تحديات و يعني ما مشينا في هذه التحديات وواجهناها وتعلمنا منها، ومن غير ما نتعلم منها ما نكون اليوم في دائم مسار مسيرة النجاح احنا دائم نسوي تواجه هذا. الكثير من التحديات، خاصة الأشخاص اللي وصلوا مناصب عالية جدا وهم الآن في خدمة المجتمع، فأكيد لازم يواجه التحديات. راح نجي على مسألة التحديات، لكن عندنا الآن حابين نتعرف على إيش خبراتك العملية، وكيف بديتي إلين وصلتي للمنصب الحالي الآن في الأكاديمية العالمية للموارد البشرية. بكل بساطة خليني أقول لك أخوي مشعل، اليوم ما رفضت أي تحدي، ولا يعني على قولهم ما كنت سهلة أمام هذه التحديات. قبلت بكل شيء. اليوم لما أجي أقول قبلت بكل شيء معناتها هي الوظائف المطروحة. يمكن إحنا نعرف شوي قبل 20 سنة كان الوظائف المطروحة مختلفة تماما، سوق العمل كان مختلف، القطاع الخاص كان مختلف، في كل التحديات هذه. فحبينا نكون اليوم بين هذه التحديات، بين أننا نكون متواجدين في سوق العمل، نكافح أكثر، نثبت وجودنا. لكل مهمة عمل اليوم تجي كنا نقول لها أعطونا المزيد، خلونا نتعلم أكثر، خلونا نشوف أكثر، نجرب أكثر. يمكن أول قطاعين واجهتهم هم في مسيرتي المهنية كانت القطاع المصرفي والقطاع الصحي، كان من أصعب القطاعات اللي ممكن اليوم إحنا ندخل فيها في هذه الفترة. طبعاً مع ذلك عملنا أكثر، ما كنت أشوف الراتب أكثر، ما كنا نشوف مثلاً هل هي مكتوبة اليوم في الوصف الوظيفي ولا مين مكتوبة. حبينا أننا نتعلم أكثر، أضيف خبراتي، والحمد لله صقلت خبراتي ووصلت للي أنا وصلت عليه اليوم. سعيدين جدا اليوم والله خبراتك، وانا من الناس صراحه اللي اخترت الشخصيات بعنايه، وصراحه قرانا كثير عن سيرتك الذاتيه، وكنا سعيدين اليوم انك كنت معانا اليوم في اول لقاء لنا. طيب حبيبي خبرينا عن افضل قطاع اشتغلتي فيه، وين تشوفين الان القطاعات الان اللي عليها اقبال كبير من ضمن القطاعات اللي اشتغلتي فيها انت؟ شوف، أنا ما أحب دائما أقول في شيء أفضل من شيء، ممتاز. لأنه إن قلت هذه أفضل زعلوا مني الثانيين، وإذا قلت هذيك أفضل صحيح زعلوا. يعني ما أقدر أقول القطاع المصرفي أفضل يزعل الدكتور صحيح واللي في صحيح المجال الصحي. فحتى المجال العسكري اليوم حتى وإحنا ما دخلناه وما عرفناه، بس لكل قطاع خصوصيته، لكل قطاع تحدياته. يمكن إحنا اليوم كموارد بشرية، وهذه اللي دائما أنا أقولها، متخصصين الموارد البشرية اليوم يشوفون العملاء هم الموظفين. فموظفيننا اليوم يختلفون باختلاف قطاعاتهم، يختلفون باختلاف وظائفهم، مجالاتهم، تخصصاتهم. كانت في كل القطاعات العمل فيها ممتع. يعني عملنا مع المهندس، عملنا مع الطبيب، مع الممرضين، مع الأخصائيين، مع التقنيين، مع العقاريين، مع رجال الأعمال، فكانوا متنوعين. فلكل قطاع زي ما قلت لك خصوصيته، لكل قطاع إبداعه. على قولهم التريك اليوم ولا التريجر اليوم اللي احنا ممكن نشتغل عليه
اللي هم احنا موظفين الموارد البشريه، كيف اليوم نكون متواجدين في هذه القطاعات وكيف اليوم نتعامل مع هذول الموظفين؟ في سؤال ملهم اليوم من خلال تتبع السيرة الذاتية وخبراتك، نبغى نتكلم بس تعطينا نبدأ عن التنوع الوظيفي اللي مريتي فيه من بداية عملك سوق العمل إلى يومك هذا. التنوع الوظيفي جاوبك على السؤال اللي قبل، اللي هو وصل شذا اليوم لهذا اللي أنا فيه اليوم. خلينا نقول اليوم ما في شيء موحد كتاب اليوم مرجعية مفروض هذا يمشي عليه وهذا يمشي عليه، بس عشان اليوم الباحثين عن العمل ما تصعب عليهم، أو حتى اللي يعملون حاليا وهم في بداية المشوار أيضا ما تصعب عليهم. يا جماعة ما في شيء اسمه كتاب دليل ناخذ منه ونمشي عليه ونتبعه، فيه اليوم أنه كل شيء أفصله على حسب مساري أنا وأهدافي اللي راح أرسمها لخطي أنا. يعني لكل شخص اليوم أهداف توصله لنجاح، هالنجاح يوصله لنجاح منشأته، إدارته، القطاع اللي يعمل فيه، الوزارة اللي تعمل تحت هذه، القطاع اللي يعمل تحت هذه الوزارة، وبالنهاية اليوم إحنا كلنا ننجح بنجاح وطننا اللي إحنا فيه. فلكل يعني خليني أقول لك لكل هذا التنوع اليوم أعطاك خبرة أكبر، أعطاك مجال أكبر. المهندس اليوم يقول أنا مهندس وين تبغاني أروح، بس ممكن يتنوع في أكثر من شركة، أكثر من مجال. الهندسة في مجال مثلا في أكثر من شركة، في أكثر من قطاع يعمل فيه، فيتنوع بالعمل. هنا اليوم نصنع خبراتنا، نصنع مجالنا، نصنع وجودنا. ما في شيء اليوم يقول لك إنه في واحد طلع بسرعة وواحد ما طلع بسرعة، ليش هذا أخذ هذا المنصب وهذاك ما أخذ المنصب؟ تنوع اليوم زاد خبرة أكثر، زاد معرفة أكثر، أضافت له وأضافت للسيرة الذاتية. نحبين اليوم زي ما قلت لكم نرجع لموضوع التحديات، نبغى نعرف أصعب فترة مرت على شذى النفيسة في مسيرتها المهنية كاملة، أفضل فترة مرت على شذى النفيسة في مسيرتها المهنية. نقول أفضل ولا نقول أصعب؟ كلها راح نجي عليها كلها، بس الأول راح ناخذ الأسوأ وبعدين راح ننتقل للجانب الأفضل. اللي يعرفني شخصيا يعرف أني أنا شخصية يعني إيجابية بحتة، فما أرى منظور الأمور دائما بمنظور أسوأ أو تجربة سيئة أو موقف صعب أبدا، يعني هذا اللي يعرفني شخصيا. فأنا دائما اليوم أخذ الأمور مثلا اللي يكون فيها تحديات أصعب أحولها لشغف، وهو حبي لعملي، حبي للموارد البشرية، حبي للشيء اللي أنا تخصصت فيه، يحول هذا لنجاح. يمكن على قولهم هذا السر اليوم اللي أنا أقوله ويعني أشارك الكل، أنه لا يعني لا تحس اليوم أنك في شيء قدامك وقفك عطلك، على قولهم ربط إيديك، أنه والله في شيء موقفني، مديري مستقعد لي مثلا، زميلي اليوم ما يتكلم معاي، لا، خليك اليوم عارف الأهداف اللي أنت تبي تمشي فيها، عارف اليوم النقطة اللي تبي توصل لها وين تبي توصل لها، هذا يحول لك كل هالتحديات إلى متعة. أبي نسألك عن أفضل سيناريو مر عليك في حياتك، إيش أفضل لحظة رسمت الابتسامة في وجه شذى النفيسة؟ أفضل لحظة حسيت بوقتها أن السعادة مغامرة عندك؟ أكيد طبعاً كل لحظة، كل إنسان منا يمر بلحظات تعيسة ومرات يمر بلحظات جميلة. إحنا نتكلم عن أفضل اللحظات الجميلة مرت عليك مشوارك المهني. والله يمكن لما أخذت شهادة البكالوريوس، لأني أنا أخذتها من جامعة الملك عبد العزيز في تخصص الموارد البشرية، فوقتها حسيت بسعادة يعني مختلفة تماماً، وأنا مسافرة من الرياض لجدة وأنا داخلة للجامعة وأنا رايحة أستلم الوثيقة، كانت بالنسبة لي إضافة أكبر لمسيرتي. يعني أنا دائماً أقول الذكاء الأكاديمي والذكاء العاطفي مكملين لبعض، لا تعتمد اعتماد كامل على ذكائك الأكاديمي أنه أنا والله نجحت بمعدل كذا، ولا ذكائك العاطفي اللي هو ممكن تحوله لتحويل آخر، خليهم يكونون يكملون بعض وخليهم بموازنة بين 50-50 بحيث أنها تكون لك الدفع الأكبر لك.
حابين أسألك الآن، أنت كخبيرة موارد بشرية أكيد مرت عليك أكثر من سيرة ذاتية لأكثر من شخص، خبرينا اليوم عن أفضل سيناريو لسيرة ذاتية وأسوأ سيناريو لسيرة ذاتية. كيف ممكن الشخص يجذب انتباه مدير الموارد البشرية؟ أحسنت أخي مشعل، أنا هذا الموضوع بالنسبة لي موضوع حتى اللي أقابلهم في المقابلات دائما أشدد عليها وأذكرها. يمكن إحنا شوي لأننا متخصصين ومرت علينا شخصيات كثيرة ونقدر شوي نقرأ بين السطور، فأعرف بالسيرة الذاتية مين اللي ممكن أقابله ومين اللي ممكن ما أقابله. بس اليوم أنا ما ألوم مدير الإدارة اللي يحول له مثلا السيرة الذاتية وأقول له قابل هذا المرشح، أكيد إنك راح تلقى فيه شيء كويس. بيقول لي انا قريت السيره الذاتيه بس ما عجبتني. متى اليوم مفروض احنا نراجع السيره الذاتيه حقتنا؟ خليني اقول لك ما في شيء اسمه يعني مره اخرى انا احب اشدد على انه ما في شيء اسمه مثال تنسخه وتلصقه وتقول انا هذا اللي بس بمشي عليه. صحيح. في اليوم انه السيره الذاتيه للمهندس مختلفه عن السيره الذاتيه لخبير الموارد البشريه، السيره الذاتيه للخريج مختلفة اليوم عن غيرها. فلما نجي من البداية نجي للخريج بيقول وش أكتب في السيرة الذاتية؟ خليهم يجذبهم إني أنا أكتب وهذا أكثر سؤال مشاريعي واجه هنا، إيه أكثر سؤال واجه. مشاريع اللي تسويها في الجامعة هي عبارة عن عمل مهام خطة عملت عليها أنجزتها وأنت فخور بإنجازها ونجاحها. فخلينا شوي نتوسع في بعض المشاريع اللي نكتب عنها في السيرة الذاتية. نكتب اليوم انه احنا عندنا ذكاء اكاديمي، نكتب انه خريجين الجامعة الفلانية الكلية الفلانية التخصص الفلاني. مهم اليوم نحدد ونقول للكل ان اليوم انا وش تخرجت. بعضهم يقول لك طب خليني اقول انا خريج علوم بس ما حدد اني كيمياء، لاني انا ابي مجال الموارد البشرية. يحق لك، ما اقول له غلط ولا اقول له هذا مثال وهذاك مو مثال وهذا صح وهذا غلط. يحق لها اليوم يكتب كلية العلوم مثلا ويتدرج أوسع في الخبرات اللي أخذها أو يتدرج في بعض الدورات اللي حضرها زي الدورات المتخصصة اللي مشكورة غرفة الرياض اليوم تحطها وتعرضها للكل والكل يحضرها اليوم. فتكون دافع لي اليوم أني أنا أجذب وأتحدث شوي، يعني أفتح على الأقل باب نقاش. بالخلاصة النهائية شو أقول لك؟ اكتب السيرة بطريقة تخلي الشخص اللي يقراها لازم يسألك سؤال، لازم يرفع عليك السماعة ويسألك حتى لو ما كلمك وقال لك تعال احضر المقابلة. السؤال الآن، في بعض الأسئلة الآن اللي واجهتني يعني كثير تسألني خاصة في السيرة الذاتية، وأنا أتعمق كثير في السيرة الذاتية أنها مهمة جدا، أنها هي محور الجذب بالنسبة لمدير الموارد البشرية بين المقدمين. الآن نتكلم عن السيرة الذاتية، هل الشخص لما يكون سيرته الذاتية عبارة عن أشكال، هل هي احترافية أكثر؟ يعني بعضهم الآن صار يتجه إنه أنا خلي السيرة الذاتية عندي شكلها حلو، خلي فيها نوع من الرسومات، وأشيل جانب أنا إيش سويت، أنا إيش عملت، إيش خبراتي، هذا خليها على جنب. أنا لا ألتزم والله أرسم أشكال، أرسم أيقونات وأبهر مدير الموارد البشرية. إيش ردك عليهم؟ أرجع أقول لك اليوم هذا المرشح وهذا المتقدم وش بيوصل؟ يعني هي اليوم زي ما قلت لك ما في قالب، هي عبارة القالب هذا يقول فيه مثلا الصح والخطأ، يعني ما في شيء اسمه يحمل الصح والخطأ، أو أنه والله هذا القالب اللي لازم اليوم نسوي له copy paste أو نسخه لصق ونمشي عليه كلنا في بعض الوظائف. خلينا نرجع مرة ثانية للمرشح نفسه ونقول له أنت وش حاب تقدم؟ كيف حاب تقدم نفسك للناس؟ طب إذا أنا اليوم مصمم أكيد هخلي السيرة الذاتية حقتي تمثلني كمصمم فتعكس شخصيتي اليوم. طب أنا اليوم كمهندس أحتاج أني أسوي هايلايت على بعض الشركات مثلا المقاولات أو الشركات، فكنت متخصص في الهندسة لنفترض الميكانيكية الكهربائية المدنية، خليني أسوي هايلايت على بعض الشركات الكبيرة في المقاولات ولا بعض المشاريع الكبيرة اللي أنا اشتغلت عليها وأحط مثلا عليها شعارات المطلوبة اللي أخليهم يرجعوني يتواصلون معي. لو أنا أعمل اليوم في المجال الصحي فأسوي هايلايت على بعض المستشفيات الكبيرة اللي أنا عملت عليها، أو إذا كنت أنا مثلا أقدم على أني أنا ممرض أو ممرضة
إيش الأشياء اللي تجارب ناجحة اليوم اشتغلت عليها؟ هل أنا اشتغلت في الأجنحة، اشتغلت في العيادات الخارجية، اشتغلت في الطوارئ، وين أجد نفسي؟ فأرجع دائما أنا للمرشح نفسه، كيف حاب تعرض نفسك اليوم؟ زي إحنا لما نجي نعلم مثلا عيالنا ونكبرهم، شو نقول لهم؟ لا تعتمد إلا على نفسك، إذا صحيت انتبه لنظافة غرفتك، خل سريرك يكون دائما مرتب، أغراضك تكون مرتبة، لأن في النهاية أنت اللي راح تدور على الغرض اللي يخصك وتلقاه. نفس الشيء بالنسبة للمرشحين، قد ما ترتب السيرة الذاتية بشكل يعكس شخصيتك ويعكس اللي أنت اليوم تبي تقول عن نفسك، الآخرين سيبحثون عنك. لأنه لو قلنا شكل معين، ممكن مدير موارد بشرية يشبه الآخر. خلينا اليوم نمشي في سيناريو شخص قدم على وظيفة واتصل فيه مدير الموارد البشرية، تشرفنا بكرة عندنا مقابلة شخصية، إيش النكست ستيب أو الخطوة الثانية المفترض أن المقدم الآن أو المتقدم على العمل يسويها الآن ورايح للمقابلة الشخصية؟ أهم نقطة، وهذه ستاندر، أهم نقطة ما نتأخر عن المقابلة الشخصية. معلومات اللي أنت تحتاجها قبلها بيوم تكون موجودة عندك، الموقع، أي دور، أي مكان، أي مكتب، الشخص اللي حتقابله مين، يحط لك تسأل كل هذه الأسئلة. تدخل اليوم تكون مجهز، أقل شيء لازم تكون موجود قبل بداية الوقت. قالوا لك والله مقابلتك الساعة 10، لازم اليوم الساعة 9:45 دقيقة تكون قاعد عنده. الوقت مهم، حتى للأشخاص يتبين لك إنها اليوم مو مهم بالنسبة لها الوقت، أنت الوقت مهم بالنسبة لك. هذه رقم واحد اليوم. هذه الأشياء تكون ستاندر أساساً، ما فيها تغيير. مهم جداً اليوم أنه الشكل العام للمرشح يكون شكل مقبول له. يعني أنت اليوم رايح تداوم مثلاً، فمو من الصح اليوم مثلاً بالنسبة للشاب أنه ما يحضر وشماغه ما يكون عليه ولا غترته ما تكون عليه. مو من الصح مثلاً أن البنت وهي رايحة تكون عباتها ملفتة، يعني تكون عباية مرتبة بحيث أنه تكون فعلاً هذه العباية اللي تشوف نفسها أنها يومياً أنت هي حتداوم فيها. أكيد الأشياء الأوفر، العطر القوي جداً يكون موجود. هذه الأشياء كستاندر. أشياء ثانية يضيفها له كمتقدم أو متقدمة مهمة يسجلونها عندهم، هي رؤيته لبيئة العمل. مثل ما اليوم هم يقيموننا كمرشحين، إحنا اليوم كمرشحين لازم نقيم هذه المنشأة اللي إحنا راح نعمل فيها. فاليوم تكون يعني خلينا نقول فيها انتباه أكثر، فطنة أكثر، فإني اليوم أنتبه لبيئة العمل، أنتبه للموظفين اللي موجودين، وأنا ماشي أشوف البيئة كيف هي مناسبة، الناس أشكالها كيف. تأخر علي مثلاً بمدة ربع ساعة مقبول على حسب مسؤوليات الشخص اللي أنا حقابل هذا الشخص. تأخر علي في مدة نص ساعة وبعدها أجد شوي أني ممكن أحطها لي ملاحظة، فأنا لو كان عندي أكثر من خيار أحطهم بالخيار الثاني مو بالخيار الأول. لأنه عامل الوقت اليوم الأغلب يستهتر فيه شوي. عامل الوقت مهم لنا، عامل الوقت اليوم بدون خطواتك في يعني رسم مشروعك أو رسم أهدافك وما يكون لها وقت، كلها تكون ضايعة. فهذه أحد أهم الأشياء اللي اليوم لك وعليك. عندنا حنا الآن سؤال من أحد الحضور، وعندنا اليوم سؤالين راح نوجهك. السؤال الأول، في أحد الحضور يقول كيف ممكن أغير المسار الوظيفي الخاص فيني؟ هذا سؤال مهم جدا. صحيح. المسار الوظيفي اليوم، عشان كذا أنا دائما أشدد على هذه النقطة، أشدد على أننا اليوم خلينا نرسم أهدافنا، خلينا اليوم نرسم الخط اللي إحنا اللي بنشوف نفسنا فيه. مو غلط اليوم أنه حصل مثلا والله وقبلتني الجامعة وتخرجت كيمياء، تخرجت فيزياء، رياضيات، أنا أيام المدرسة أحب هذه المادة، بس بعد ما طلعت لسوق العمل يمكن أنا اليوم مو حاب أكون أشتغل مدرس أو مدرسة، أو مثلا أكون مرشد طلابي، أو أني أحول مثلا على خدمة اجتماعية أو غيره وغيره. أنا أشوف اليوم شغفي في الموارد البشرية،
صح اليوم اني من البدايه عرفت ارسم اهدافي، اروح اشوف وابحث ايش الاشياء اللي راح تدعمني بمعرفتي في المواد البشريه. بس اتعمق في المواد البشريه اعرف انها اليوم مجموعه اقسام. هل انا ابي توظيف؟ هل شغفي في التوظيف؟ هل شغفي في التدريب؟ هل في شغفي في التطوير التنظيمي مثلا؟ هل شغفي اليوم في العلاقات الحكوميه والاعمال العمليات اليوميه؟ بعد ما احددها ادرس عنها اكثر واتخصص فيها واروح اقدم. مو غلط اليوم اروح لهم واقول يعني مثلا احنا زي احنا في شركه دوري الموارد البشريه اي اتش ار دائما فاتحين فرص للي حابين يتدربون في الاتش ار، للي حابين يتخصصون في الاتش ار. فاليوم لما اروح لبعض الشركات المتخصصه في الموارد البشريه واقول لهم اليوم حاب اني اكون معكم متطوع، حاب اني اليوم اكتسب منكم خبره، حيكونون يرحبون بهالشيء، حيعطوني شهاده خبره. هالشهاده هذه للخبره اليوم حتغير مساري. اكيد اليوم ما راح اقول لك كيمياء ولازم تتخصص ميكانيكا كهرباء عشان ما يحرقون الدنيا علينا. صحيح. طب عندنا سؤال اليوم على فكره العمل التطوعي. خبرينا عن التجربه هذه، كيف ممكن تنعكس او تعطي انطباع جيد عن المقدم المتقدم للعمل؟ والله انا اليوم يعني ما شاء الله تبارك الله اشوف في الخريجين وكل الجيل الجديد اليوم نزعه التطوع عندهم ما شاء الله مره كبيره. يعني عشان كذا اقول لك اليوم كل مدير موارد بشريه مختلف بالنسبه له. يعني انا مثلا حصل نقاش مع اكس من الناس ويجد انه الموضوع هذا انه يشتت تفكيرهم مثلا. بالعكس انا اليوم اجد ان المتطوع هو عنده فكر أكبر، عنده حاب يتوسع أكثر، حاب يتعامل مع الناس أكثر. على فكرة في نقطة جدا مهمة اليوم، توسع تواصلك الاجتماعي وتواصلك اليوم مع الجمهور أكبر يعطيك خبرة أكثر، يضيف لك في الشخصيات أكثر، يضيف لك في المعرفة، تسمع اليوم من الناس تجارب جديدة تضيف لك، لأنه اليوم إحنا بدون التجارب الجديدة ولا شيء. يعني اللي حاب يمشي في خط ولا يغلط أبداً ما تعلم. لازم نغلط ولازم نتعلم، ومو غلط اليوم توجهنا في مسار مثلاً في الجامعة في مسار مختلف وإننا حابين نغير. مو غلط اليوم أني أنا اشتغلت في التدريب في الموارد البشرية واكتشفت نفسي أني أنا لا أجد نفسي فيها، بحول إدارة مشاريع، أدرس إدارة المشاريع في دورات داعمة لهالشيء وأكمل فيها وأخذ خبراتي فيها وأبدأ. ابحث عن شغفك هو اللي حيوصلك لأهدافك. أحد الحضور عنده سؤال يقول أيهم أفضل أو أيهم أهم بالنسبة لصاحب العمل، شهادة الأكاديمية أو الخبرة العملية؟ اليوم زي ما قلت لك الذكاء الأكاديمي والذكاء العاطفي اليوم نحتاجهم اثنينهم. الذكاء العاطفي يندرج فيه الخبرة. نحتاج اليوم نكون أكاديميين، عندنا تخصصات مهمة اليوم تكون موجودة عندنا. ما نقدر أنا ما أقدر اليوم أكون ممرضة بدون ما أتخرج من كلية التمريض. أيضا لما أدرس 5 سنوات خبرة وأكون مشرف تمريض غير لما أكون سنة خبرة وأدخل ممرض عيادات خارجية. أو مثلا اليوم أنا تخرجت مهندس ميكانيكا واشتغلت مثلا اليوم مهندس موقع غير لما اكون 6 سنوات خبره واكون مدير مشروع. فهي اليوم متوازنه. ما اقدر اقول لك اليوم لا، يعني لا حد يدرس، لا حد يتعلم، لا حد يتخرج، مو صحيح. ولا اقدر اقول لك اليوم انه لا حد يدخل في خبرات، لا حد يبحث عنها. هي اليوم موازنه بين الذكاء الاكاديمي والذكاء العاطفي. طيب عندنا السؤال اليوم من أحد الحضور يقول أرسلت رسالة للموظفين الموارد البشرية على موقع لينكد إن مناسب أو يتم التقديم بشكل رسمي في موقع الشركة أو مواقع التوظيف؟ كل الوسائل صحيحة. أنا اليوم أرجع أقول لكم ننتبه اليوم كثير، وأحب أشدد عليها مرة كثير لنا، لعيالنا، للخريجين، لكل المتقدمين اليوم. لازم ننتبه مين اللي اليوم نتابعهم، مين اللي يطلقون على أنفسهم مؤثرين ونتابعهم، مين اللي اليوم نشوفهم يحطون مجموعة إعلانات ويجي يقول لك والله
سكرين شوت توظف من عندك مثلا آلاف، أي شيء اليوم بالنسبة لك مو ملموس غير واقعي. لينكدإن منصة موجودة مثلها مثل المنصات الأخرى، يعني اليوم احنا عندنا منصة HR Job، اليوم لو أدخل عليها وأقدم على الوظائف الموجودة، أدخل على البلاتفورم منصة لينكدإن وغيرها اليوم أقدم عليها، مو غلط اليوم أني لما أسوق لنفسي أنا مثلا متخصص تسويق، شطارتي بأني أقنع موظفين الموارد البشرية بأني أنا مناسب أني أكون فرد من أفراد مؤسستك. أول ما يكون يتواصل معي أنا نجحت في أول اختبار بأني أنا مسوق جيد. إذا أنا اليوم نجحت بأني أخذ هذه المقابلة معناتها أنا بائع شاطر، يعني نفرق بين السيلز وبين الماركتينج، فأنت اليوم قفلت معاهم الديل وخليتهم they grab your attention. أيضاً اليوم ننتبه للمنصات اللي إحنا نسجل فيها بأنه ممكن يكون عندك البروفايل أو الملف اللي عندك اليوم يكون جاذب للموظفين الموارد البشرية أو نقول مسؤولين التوظيف، فلما يرسلوا لك وأنت ترد عليهم وتتجاوب معاهم يكون أيضا يعني مناسب لك اليوم إنه أنت وأنت تبحث عن الوظائف. أحد الحضور عنده سؤال يقول هل تؤيدين عمل أكثر من منصب بنفس الوقت؟ كيف هذا؟ يعني ممكن أنا أكون موظف موارد بشرية، ممكن أكون مدير مشروع بنفس الوقت دامها ما تخالف النظام أمورك تمام. طيب. يعني اليوم الوزارة أنا أشوف مشكورة فتحت هذا المجال، فتحت اليوم العمل المرن، العمل المرن اليوم أقدر أكون أنا مدير مشروع وأشتغل توظيف، أسجل عمل مرن مع أحد الشركات وأشتغل معهم، مو 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 غلط. كيف تشوفين الانطباع عليك كشخص؟ يعني هل هي والله بتشتت افكارك او انه والله بتزيد تركيزك اكثر كون انا شخص اعمل في اكثر من منصب؟ لا، اليوم هو اليوم شو يشوف اليوم، انا قاعد اقول لك من البدايه، يعني اذا اول شيء رسمت خط اهدافك بشغفك راح تقنع كل اللي قدامك لان انت شغوف. فاليوم انت تشتغل في اداره الموارد اداره المشاريع في شركه ما مثلا، تمام؟ أنت شغوف بأن تساعد الناس، بأنك تبحث عن وظائف، علاقاتك متوسعة، تعرف فلان وتعرف فلان، هالتوسع اليوم في العلاقات تبي توظفه في شيء يخدم الناس، أبدا مو غلط، بالعكس. أحد الحضور اليوم شوي مشعل أقول لك يعني شيء مرة مهم وأنا حابة أشاركه حتى خاصة الخريجين وبعض الناس شوي اللي يعني سينيور ليفل بس يكونون يعني أثر فيهم هذه الأشياء. تأكد تماماً أنك لما ترسم خط أهدافك والنقطة اللي أنت محتاج أنك توصل لها ومتأكد أنك راح توصل لها وأنت شغوف بما تعمل، أي شيء يجيك من برا ما راح يأثر عليك. نتقبل النقد، نسمع للآراء، نكون منفتحين للكل، لكن لا تجعل كل شيء يأثر عليك. صحيح. طيب، أحد الحضور عنده سؤال يقول ماذا أضافت لك تجربة العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي شركة زين؟ والله بالنسبة لي كون القطاعات تختلف من مجال صحي ومجال قطاع اتصالات. والله كانت يعني تقريبا خليني أقول مو بداياتي ولكن نص مشواري تقريبا في مستشفى الملك فيصل التخصصي، أكيد أضاف لي كثير، أكيد غير من شخصيتي كثير. يعني خليني أقول لك يعني قام مثل المؤسسة هذه والمستشفى هذا يعني في اعترافات دولية، فيه اليوم شهادات الخبرة اللي تعمل دوليا اليوم، خليني أقول لك هي معترفة عالميا، أمريكا، بريطانيا، أوروبا، أكيد حيضيف لي كثير. ذكرتني في إحدى المقابلات يقول لك ليش اليوم مين اليوم كل الناس تتمنى مستشفى الملك فيصل التخصصي، صحيح؟ إذا كنت أعمل في المجال الصحي لأن نوع يعني تفاصيل المرضى اللي تمر، الطبيب، الممرض، أخصائي الأشعة، أخصائي المختبر، تمر عليهم على قولهم النقوة،
فتكون إضافة كبيرة. ويمكن اللي يعمل في 10 سنوات في مكان يعمل سنتين في التخصص تضيف له أكبر. أنا كإداري اليوم ألقى نفسي وبالأخص في الموارد البشرية ألقى نفسي في كل مكان، لا يعني أنها لم يصنع من شخصيتي، نعم صنع من شخصيتي، أضاف لي أشياء جيدة. أحد الحضور عند السؤال يقول إذا يوجد آلية مثالية للتوظيف، إذا كان عداد متقدمين كبير يعكس اهتمام الشركة بجميع المتقدمين ولا تهمش الجميع. الآن في بعض الشركات الآن تعد بعض المقابلات بأعداد كبيرة، هل الشركة مهتمة بتوظيف كل هذا الأعداد ولا عندها آلية معينة للتوظيف؟ والله وتعتمد على الشواغر في كل الشركات. يعني اليوم الأعداد الكبيرة تلقاها في الوظائف اللي عندهم عدد كبير. يعني خليني اليوم أشارككم سر من أسرار التوظيف. الشاغر الواحد يجب على مسؤول التوظيف أنه أنا كمسؤول يجهز لي 4 مرشحين مرشحين، وخلينا نفرق بين كلمة مرشحين ومتقدمين، 4 مرشحين مناسبين لهذه الوظيفة، وأنا مفروض أختار ما بين هذه 4 وأيضا أحدد الأولوية عليه. شلون جو 4 مرشحين؟ جو من 8 إلى 16 متقدم. فالتشاغر واحد ممكن تقابل عليه 16 شخص عشان تملأ هذا الشاغر. فلما يكون عندك 5 شواغر أضربها في 16، تخيل الأعداد اللي اليوم هم يقابلونها. عشان كذا اليوم تصير الأعداد أكبر بالنسبة لمسؤولين التوظيف. أنه أنا أرجع أتواصل مع المتقدمين وأبلغهم أنه اليوم أنت قبلت أو لم تقبل، هي تعكس اليوم مدى اهتمام الشركة، مدى الآلية اللي الشركة تعمل فيها، مدى الاستراتيجية اللي الـ HR اليوم أو الموارد البشرية يعملون عليها. فهي تختلف من شركة لشركة. يعني أحد يحطها بشكل آلي فتجيك بالإيميل مثلاً أنه اللي أنت قدمت عليه أنه أنت اليوم غير مرشح مقبول، أو مثلاً أنت قبلت معنا. هذه كانت تحصل في فترة من الفترات إذا كانت أعداد المرشحين كبيرة، أو اللي مثلاً قدم على أونلاين ويبحب يسوي ردود. الأونلاين مثلاً ممكن يقرأ لك إياها بأنه عدد سنوات خبرتك 5 سنوات، أنا أحتاج 5 سنوات، لكن لنفترض اللي قدم خبرته 4 سنوات لكن مناسب جدا لهذه الوظيفة، فنلقى شوي من الظلم أنه الرد الآلي يرد عليه يقول له أنت غير مناسب له. فالبعض يلجأ لأنه والله لا، خلونا نشوف جميع المتقدمين ونفلترهم ونقلص الأعداد إلى ما يكون معي المرشحين المناسبين لهذه الوظيفة. أحد الحضور عنده سؤال يقول متى يكون تنقل وظيفي مضر بباحث العمل؟ والله أنا ما أقدر أقول لك إنه هو مضر، لأنه تنقلك هو زيادة خبرة لك. يعني كل ما لقيت في كل مكان وكل شركة إضافة لك اذهب وسع لها. يعني اليوم خلينا نرجع في السؤال أكثر نوسعها، يمكن إن شاء الله إني أنا أكون جايبة الفكرة اللي في باله، لأن الأغلب يسألني هذا السؤال. أنا اليوم قاعد في وظيفة مرتاح وجاني عروض، متى أقدر أنقل لها؟ وهل إذا نقلت لها بضرني؟ إذا اليوم أنا كملت مع الناس هذه الشركة هذه سنة ونص، هل يضرني إذا أنا تنقلت اليوم؟ خليني أرجع أجيبها لك من شكل آخر. اليوم أنت كمرشح اليوم حاب تقدم على وظيفة ثانية، وأنت مثلا خلينا نقول السيناريو الأول أنه أنت مرتاح في مكان عملك، إذا مهم اليوم نبحث عن بيئة العمل المناسبة، عن ثقافة المنشأة هذه. كيف؟ منصة مثل منصة لينكدإن اليوم أو غيرها من المنصات، محبة أسمي أشياء كثيرة، نتواصل. يعني يكون حاط لك الشركة وحاط لك الموظفين التابعين لهذه الشركة، خليني أدخل أتواصل مع الموظفين اللي موجودين. إيش المميزات تميز شركتك؟ قولي عن شركتك، هل هي مناسبة مو مناسبة؟ حتى تفاجأ أنه بعضهم يجيب لك أشياء سلبية، بعضهم يجيب لك أشياء إيجابية، لكن لا تأخذها من منظورهم هم، شوفها من منظورك أنت. يعني قد اليوم واحد يجد أنه مثلاً يعني ميزة من الميزات اللي موجودة غير مناسبة له، لكن هي مناسبة لك.
فاليوم لما أنت تبي تسعى، لما اليوم أنت تبي تبحث، ابحث عما هو مناسب لك، هل يحقق أهدافك ويحقق خططك اليوم أنت راسمها ولا لا؟ طيب، عندنا سؤال من أحد الحضور، يقول أبي أفتح مشروع، وش تنصحني فيه؟ كيف أبدأ؟ عندي الطاقة والحماس والخبرة بصناعة المنتج، لكن ما عندي خطة أو طريقة لفتح مشروع. والله هو يقول لك من قال لا أعلم فهو فقيه. أنا اليوم كلمني موارد بشرية، لكن خطة عمل مشروع اليوم لازم نجيب مختصين تسويق عشان يساعدونا. صحيح. طب عندنا اليوم نبغى نسمع نصائحك اليوم، كيف تشوفين الجيل القادم اليوم سوق العمل، خاصة أن الجيل الآن جيل واعد وجيل مقبل على رؤية 2030، كيف شايف الجيل اليوم؟ هل يلبي احتياجات سوق العمل؟ إيش المشاكل اللي توجد في الجيل هذا؟ كيف طريقة الإصلاح؟ كيف ممكن يعالج المشاكل؟ والله اليوم أنا صراحة يعني حضرت أكثر من جلسة حوارية في بعض الجامعات، في بعض المنشآت، تواصلت كثير مع خريجين، صار في محادثة مباشرة بيني وبينهم، يراسلوني على لينكد إن، يراسلوني، الحمد لله جوالي متاح للجميع، الأغلب يدخل علي يتواصل معي. أرى اليوم جيل واعي مثقف، عارف اليوم وش يبي، بس ناقصكم رسمة الخطة هذه. اعرف اليوم خطتك اللي تبي توصلها، صدقني ما في شيء في الدنيا راح يوقفك. إذا حطيت لك هدف ورسمته عرفت اليوم تبي توصل. ما شاء الله تبارك الله، نجاحهم في مشاريعهم في الجامعات وفي المدارس، نجاحهم في عملهم، إبداعهم، أفكارهم. اليوم احنا نفخر بهالجيل اللي موجود. هالجيل ان شاء الله هذا هو اللي مو بس راح يحقق لنا 2030، حيحقق لنا الابعد من كذا ان شاء الله باذن الله. بس اعرف وش تبي، امشي بشغفك وراح توصل لاهدافك. عندي سؤال يمكن راود بالي الان، انه لاحظت في اغلب الاحيان في بعض الاشخاص يعني يحتك مع اشخاص كثير عندهم طاقه سلبيه ويواجه مشاكل معهم، ايش نصائحك للاشخاص هذول؟ يعني خاصه الان نشوف السوق الان مش محتمل اني والله اكون محتك مع ناس يعطوني طاقه سلبيه، انا محتاج احتك مع ناس يعطوني طاقه ايجابيه عشان يحفزوني. انا كيف ممكن اغير البيئه اللي حولي؟ هذه اللي اعيدها عليك اليوم، يوم قلت لك اياها قبل شوي، دام عندك هذا الهدف اللي انت راسمه لا تخلي اي شيء من الجنب ياثر عليك. امشي بخطك، نتقبل النقد، نسمع للملاحظات، لكن لا ناخذها شخصيا. ذكرتني 20 سنة وراء في أحد القطاع المصرفي اللي كنت أعمل فيه، قال لي مدير البريطاني وقتها أنه هذه الورقة مو جيدة وهذه عملتي فيها بشكل غير جيد وهذا. قلت له لا أنا كويسة، وقتها كان عمري تقريبا 20 سنة، كنت أنا كويسة، أنا لا بالعكس أنا صرت دفاعية بالنسبة له. قال لي ذكريني شو اسمك؟ قلت له أنا شذى النفيسة. قال بس أنا كنت أتكلم عن شغلك ما أتكلم عن شذى النفيسة. هنا اليوم لازم ننتبه، لا ناخذ الأمور شخصية، خلينا ناخذ الأمور بشكل عام بإطار عام. كل هذه الطاقة راح تبعد عنك، يعني كل على قولهم هذه السلبيات، خلينا نقولها مو بس الطاقة، خلينا نقول السلبيات هذه اليوم كلها هي حتبعد عنك. ليه؟ لأنه ما في شيء راح يوقفك، مثل القطار اللي اليوم ماشي بسرعة عالية، هو واصل للبوينت حقك، واصل للنقطة، عارف إن عنده جدول اليوم حيوقف في هذه المحطة وهذه المحطة وهذه المحطة. تجي رياح، يجي أتربة، تجي عوامل تعرية، اليوم ما يفرق معه، هو مكمل في طريقه. إيه نعم تجينا مثلا ظروف مناخية شديدة قوية جدا، لكنه ما طيحنا، يرجع يكمل مرة ثانية مسيرته. فليش اليوم أنا أكون على قولهم ورقة هشة لكل من جاء حب يكتب عليها ويرميها؟ خليني أكون جدار ما حد يقدر يطمر عليه. طيب، أحد الحضور عنده سؤال يقول إيش التخصصات اللي لها مستقبل من وجهة نظرك؟ كل التخصصات،
ما أقدر أستغنى عن الدكتور وعن المدرس وعن المهندس وعن إدارة الأعمال وإدارة الموارد البشرية وإدارة المشاريع. كل التخصصات لها مستقبل، لا نقلل من قيمة أحد اليوم، الكل أحد له مكان والكل أحد له رزقته. صحيح. أحد الحضور يوجه سؤال يقول: إيش تنصحين بدراسة تخصص إضافي يدعمني بمسيرتي، خاصة أنه الآن بعض الأشخاص حاب أنه يغير مجاله أو حاب أنه يدعم مجاله بتخصص آخر، إيش نصيحتك له؟ إذا وجد شغفه، يعني أنا ما راح أحدد له تخصص معين وأقول له هذا هو أحسن واحد ولا تلتفت ولا تشوف إلا غيره، لا، إذا وجد في شغفه، يعني أحد الخريجين في أحد الجامعات كنت أقول لهم اليوم إنه أنتم تدرسون طب، بس قد تكون أحد هواياتك اليوم الرسم، وتلقى نفسك بعد ما تخرجت من الجامعة فتحت مشروع ديكور وصرت مهندس ديكور، أو لا نقول مهندس ديكور كثر ما نقول إنه مصمم أو رسام، فتلقى شهادة طب لكن اليوم بحث عن شغفه، وشغفه اليوم في التصميم، ذوق رفيع، قدر يجمع الأشياء، إيده خفيفة في الرسم. فاليوم ابحث عن شغفك أنت، ما في أحد يقدر يساعدك اليوم وانت قاعد على كرسيك، ما حد بيجي ياخذ إيدك ويقومك. إذا أنت ما بحثت عن شغفك وقمت من نفسك ما في شيء راح يوقف. أحد الحضور يسأل سؤال خاص بالدورات التدريبية والشهادات الاحترافية، إيش رأيك بالدورات التدريبية والشهادات الاحترافية تكون بنفس المجال وكون الشخص يعزز من قدراته بأنه يأخذ شهادة احترافية أو أن يأخذ شهادة أكاديمية بنفس المجال؟ خليني أكثر أتعمق في مثل الموارد البشرية. فلما أكون أنا اليوم خريج موارد البشرية، أنا ملم بالمواد اللي انعطت لي، احتجت الخبرة في جهة العملية، وقد اليوم ألقاها في نفسي وقت التدريب التعاوني، فأكتب، يعني أخذها، أكتب ملاحظاتي، أدون وين أنا أجد نفسي اليوم في هذه أحد الأقسام، وتكون في دورات متخصصة. لنفترض اليوم أنا ضعيف شوي في التحليل، في تحليل التدريب والحقائب التدريبية، ما درسنا اليوم أنه أنا أكون مدرب المدربين، ما درسنا اليوم أنه أعطي دورة تدريبية أو أعد حقيبة، فقد اليوم أحتاج أني أقوي نفسي في هذا المجال، هذه الأريا خلينا نسميها، وأتخصص فيها. فاليوم لا أروح مثلا، والله خلينا نرجع للخريجين مثلا العامين، خريج الإنجليزي، خريج الكيمياء، خريج التخصصات الأخرى، حتى لو كان مثلا مهندس وشغفه يكون في الHR، وجدت شهادات احترافية تساعد اليوم يفهم منظومة الموارد البشرية، لازم يأخذها عشان يساعد نفسه. كلمة أخيرة توجهينها للشباب اليوم الحاضرين؟ واسمح لي بس أرجع لهذه بالنسبة للأشياء التخصصية، المحامي اللي يعمل برخصة، الطبيب اللي يعمل برخصة هو اللي يحتاج الأمور التخصصية، غير ذلك أنت عندك بحر وسيع تقدر تأخذ منه. كلمة أخيرة أوجهها للكل، ارسموا خططكم، أعرف اليوم شغفك، ما في أحد يقدر يسوق لك كثر نفسك، ابحث عن نقاط قوتك وعززها، وابحث عن نقاط ضعفك واعمل عليها. ممكن اليوم أنا مبدع في كل شيء إلا أني أنا أتواجه مع الجمهور، أحضر مهارات اتصال، أتواصل، أكلم الناس، أجرب، أنزل أعمل في خدمة العملاء، أعمل في الأماكن اللي فيها تواصل مع الجمهور بشكل كبير عشان أعزز هذه الأشياء فيني. فما حد يقدر ينفعك كثر نفسك. ودنا بس تعطينا رأيك في مبادرة نجاحك وفلاحك، ممكن إيش تنعكس على الأشخاص اللي حضروا هالمبادرة وحضروا هاللقاء اليوم؟ إنك إذا اشتغلت على نفسك نجحت وفلحت. شكرا لك أستاذ الشهداء، نورتينا اليوم في أول لقاء من لقاءات مبادرة نجاحك وفلاحك، وإن شاء الله إحنا مستمرين معاكم إن شاء الله في لقاءات أخرى، وأكيد بتكون نماذج مثل الأستاذ الشهداء النفيسة، ونفتخر فيهم والله جدا يعني. واليوم إحنا والله كنا سعيدين اليوم باللقاء،
وما ودنا والله يخلص اللقاء، لكن أخذنا أغلب أسئلة الحضور، وإن شاء الله كان اللقاء هذا ينعكس بشكل إيجابي على الجميع إن شاء الله بإذن الله. الله يسعدك، شكرا لك أخوي مشعل، شكرا لإتاحة الفرصة أني أكون يعني بشكل مباشر مع الطالبين العمل والمرشحين والموظفين. أبد إحنا حاضرين في أي وقت، إحنا متواجدين في كل وقت. سامحونا على القصور إذا ما قدرنا نوصل معلومة معينة، سامحونا إذا أحد تواصل معنا وما قدرنا نرد عليه بسبب مشاغلنا، هذا مو عذر، إحنا اليوم وصلنا لهالخبرة عشان اليوم نكون معاكم ومن علمنا نعطيكم، والله قدرنا إن شاء الله أن نعطي زيادة بإذن الله الفترة القادمة. شاكر لك أستاذ الشهداء النفيسة، وبإذن الله إن شاء الله راح نكون معاكم مستمرين بإذن الله. شكرا للجميع، في أمان الله. شكرا للجميع، شكرا لكم واللي حضروا اليوم، صراحة سعدتوني والله اليوم، بإذن الله إن شاء الله راح يكون معانا إن شاء الله أكثر من لقاء بإذن الله.